أكبر فرحة اليوم هي فرحة تاع الأم ديالك تنوض كاستا تصبح وتسمع اسم القناة ديالك على راديو البهجة. نعم خوتي اخواتي، اليوم راكم في قناة رحلة معاق، معكم أخوكم محمد أمين. اليوم على 6 تاع الصباح ليندا جانكي وشيخ فرحات وبشرى المناشطين تاع الحصة في راديو البهجة، من 6 تاع الصباح ل 9 تكلموا على قناتي رحلة معاق، لأنه اليوم اليوم العالمي للمعاقين. تكلموا على فيديو تاع كيف تم طردي من العمل، الرابط تلقاوه هنا تاع الفيديو اللي ما شافوش. الفيديو هادي درتها ماشي باش نتكلم على الطرد، لكن كنت حاب نوري كيفاش تقدر توقف مور ما طيح بأسلوب مجازي بيان سور. الفيديو هادي عجبتهم وتكلموا عليها في راديو البهجة. نخليكم لو باساج تاع ليندا جانكي كي تكلمت في راديو البهجة، ونعاودو نوليو ابري. 6:31 دقيقة باستديو إذاعة البهجة. صباح الخير عليكم مستمعينا مستمعاتنا وين ما كنتوا، إن شاء الله تكونوا كامل كامل بخير في صحة وعافية. أنتم مالي لكم في الطرقات، نقول لكم روحوا غير بالعقل رفقتكم السلامة، رانا معكم حتى للتسعة. ليندا شيخ فرحات واش يا بو دوك الرافي باش نفوتوا نفطنين الو نكملوا نهضروا على رحله معاق، لازم نهضروا عليه فوالا. الو شفت لا فيديو باسكو انايا جو سوي ابوني في لا باج ديالو. انا نقول لكم ابوني فو والله العظيم غير يمد لكم واحد التفاؤل في حياتكم، يعني حقيقه انا ما عندي حتى اعاقه الحمد لله، لكن والله العظيم غير ساعات كي نكون ماشي مليحه نروح نشوف واش يدير واش يحكي. هادي شيء ماشي باسكو يقول لك بالك وانا ويحكي لك يقول لك انا واش درت انا واش درت، وتشوفوا شاز غولوند شو تقول سبحان الله شو تعم. انا جردك انا نقدر ندير هذوما، على مانيش ندير هكذا، انا نقدر نشوف الدنيا بخير ونكون متفائله، لانه يعني مهما كان هو عنده ان اوبستكل اللي انا ما عنديش. وهكذاك نحكي لك واش صرا له. هو شاب ما قدرش يكمل قرايته لانه هو وليد شاماناف، وعلى بالك باللي يعني يسكن في عماره. دونك كي كان صغير كان يقرا في الكوليج، كان يقرا في المتوسطه، انها يحبط كل صباح يحبطوه دارهم يديوه ليكول يعاودوا يردوه. من بعد الحق على موندوني خلاص يعني حبس القرايه ما قدرش. لكن واش حبس؟ يعني كي حبس الشهاده التعليم المتوسط كي قعد في الدار ما كانش يخرج. عباك واش كان يدير الشيخ فرحات؟ كان يقرا الكتب، كان يطالع، كان يتعلم لانفورماتيك وحده في البيت، تعلم بوكوتشوس، تعلم بزاف حوايج. ومن بعد مع الوقت ماذا بعثوا له مره قالوا له بلي كاين مؤسسه راهي تحوس على عامل يديروا تيلي كونفيرونس سي لا فونت بار اون. داكور خلاص واش كما نابل سا داك الاخر par téléphone. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Des opérateurs téléphoniques. راح للمؤسسه دا السي في ديالو. في اليوم الاول كي دا السي في ديالو قالوا له من بعد نعيطوا لك السمانه الجايه. معناها راح بالحد، قالوا الحد الجاي نعيطوا لك. استنى بالحد ما عيطولوش، راح بالتنين ودا باكي تاع لي سي في ديالو. قالوا له بلي عاود مدنا لو سي في ديالك. قال لهم بون على بالي بلي انا كي جيت داير في بالي بلي السي في انا خرجت نتوما رميتوه. قال لهم ماني جبت باكي. قالوا له روح جيب لنا نوت سي في. قال لهم نو انا جايبو معايا. مدوا لهم التما وراح. قالوا له نعيطوا لك السمانه الجايه. كاد هذيك ربلط غوبلط لا تخوز لا دوزيام فوا. كي عاود ولا هو يخدم يسكن في شمالف، معناها ما عندوش سياره، معناها يجي بوسائل النقل العموميه بالترام كان يجي بالبوس. الحق اللي عندهم. من بعد قالوا له جا قبل جا يهضروا معاه. قال لهم شوفوا انا دوكا ما تهضروا معايا ما نهضر معاكم، نتوما راكم تحوسوا على واحد وانا عندي لي كومبيتونس غوكيس. انا اليوم قال لهم لو كان قلتوا لي الاسبوع الاول ما عندكش بلاصه، لو كان الاسبوع الثاني كي جيت تقولي ما عندكش بلاصه واش واحد معوق كريم ويقول. قال له بصح انا اليوم جيت نخدم. قال لهم ما بيش بكم. دخلوه ما قدروش يقولوا له لا ويعاودوا يردوه. خدم سمانه صابوا له سبا، قالوا له بلي عندك مشكل في النطق. هو صح هو لانديكاب تاعو
مي هو نزاد انديكابي. الوغ الاعاقه ديالو خلاتو عنده بروبليم تاع النطق. قالوا له روح عاود ولي، لانه العمل كان باللغه الفرنسيه. قالوا له عاود ولي، راح قرا كتب، قرا بزاف كتب، ولي دون زان موا انا عاود ولي كي تحسن يعني النطق تاعك باللغه الفرنسيه روح. قال يحكي اي دافي ان بروبليم داكسون داكسون داكور صح، نحسب لي اللي كان يبيغي نو يبيغي با داكسون داكسون يقدر لاكسون لا برونونسياسيون تري بيان. دونك راح قالوا اطولوا قالوا له بلي عندك ان موا روح اقرا كتب باللغه الفرنسيه، قراهم اوت فوا بصوت عالي. باش في شهر قرا خمس كتب، قرا خمس كتب وعاود ولا. كي عاود ولا قالوا للاسف ما عندناش بلاصه باش نخدموك. لا كان يحكي قال لهم خرجت من تما نبكي. قال لهم بصح، قال لهم انا خدمت سمانه تخلصوني السمانه ديالي. قال لهم باللي دايوغ هذيك المؤسسه من بعد كي سمعوا كلكو كوليغ ايزون ديميسيوني. قال لك ايزون ديميسيوني، قال لك باللي كلكان كي لا با دو ريسبي بور ان بور اون بيرسون كي سيريوز على لي كومبيتونس و هانديكابي، واش كان يخدم شو ما كانش يخدموا شخص اخر وشو تهدرتوا له هكذا. حنايا غدوتين كديروا لنا اكثر من هكذا اكثر من هكذا. دونك كاين لي ديميسيونو يزيتي ان كونتاكت افيك لوي تو. مره الاخت ديالو راحت للمؤسسه، كان عندها ان انتروتيان دومبوش. راحت للمؤسسه قعد هكذا كلكو موا، ومن بعد راحت المؤسسه باش تخدم. عطاولها اقترحوا عليها عمل، قالوا لها بصح وشنو؟ قالها تخدمي العشيه بزاف، تقدري تخدمي في الليل. هي ما تقدرش ترونسبور وعندها الاولاد ديالها. قالت لهم ما نقدرش الله غالب ديزولي. قالت لهم ما يساعدونيش. قالت لهم بصح اذا راكو تحوسوا عندي شخص الا حبيتو. قالوا لها اه جيبه. قالت لهم بصح كاين مشكل، الشخص هذا معاق. قالت لهم قالوا لها ورا المشكل؟ قالت لهم معاق. قالوا لها عندك انت هي الاعاقه مشكل؟ قالت لهم هو على كرسي متحرك. قالوا لها اعاقه هذه انت هي مشكل عندك؟ قالوا لها الا انت عندك مشكل بالحمد لله ماكش تخدمي عندنا. قالوا لها هذا ماشي مشكل جيبه. والان راه يخدم عنده 3 سنين هو يخدم في مؤسسه كوم اوبيراتور، ماشي يخدم اوبيراتور. طلع وراه دوكا مسؤول وراه يخدم وعنده سي دي ديالو ولي تري كونتون الحمد لله. قال لهم تما اللي قال الميساج، قال لهم باللي جامي تقطعوا الياس ولا تقولوا باللي حنا ما نقدروش، حنا ما نقدروش. يطرقوا اول باب ما جاتهمش الفرصه عفوا يفشلوا. لازم الواحد يحاول 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 رجليهم بعقلهم 290 و100 كيلو تبه ما وعلى بال عندهم الحر نقولوا هكذا. لا شوف فرحات بشرى على بالكم بلي هذا الشخص على كرسي متحرك، ما عندوش سياره، ما عندوش وسائل نقل خاصه به، يروح من شانوف لدار ابراهيم. يا ويلي اه انا ندير الهليكوبتر برا. اول موظف اللي يلحق المؤسسه. الله يبارك يعني ها كلكم مستمعينا الكرام روحوا شوفوا في لاشين يوتيوب ديالو رحله معاق. جيسبر كو لا فيديو هذه عجبتكم. انا يا بيان سور دائما نسيد نعطيكم الايجابيه ونلحق لكم الايجابيه عبر الفيديوهات ديالي. راني نسيد ندير فيديوهات وين نجلب معلومات على الاعاقه ولا على الاشياء اللي المعاق يقدر يعملهم ولا الاشياء اللي تندارت للمعاق باش تسهل له اموره في الحياه اليوميه. اذا عجبتك الله فيديو ما تنساناش في لايك ولي كومنتار، ابوني على جديد، فعل الجرس هذا باش نلحق كل جديد. كما نحط فيديو على القناة هذه، وما تنساش تصلي على الرسول. سلام.